على وقع ضبابية المشهد في مرفأ بيروت واستمرار النيران خطط واستراتيجيات توضع في إطار تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة. وزيرا الاقتصاد والنقل تناولا خطة بناء مواقع جديدة لإهراءات القمح. وزير الاقتصاد أمين سلام تحدث عن الخطة. نحن حكينا بإطار خطة لبناء كذا موقع للإهراءات بلبنان، لأنه اللي مرقنا فيه هو كان خير دليل على سوء التخطيط. اليوم غلط، ومن الغلط أنه ينبنى مخزون استراتيجي بموقع واحد، لأنه شفنا بعد ما صار عنا الانفجار الأليم أنه نحن خسرنا المخزون الوحيد اللي عنا إياه بلبنان. باقي دول العالم كلها بيبقى عندها مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والحبوب وغيره بكذا منطقة بالبلد. نحن التوجه اليوم أنه يكون عنا موقع بالشمال بمرفق طرابلس لبناء إهراءات جديدة، إعادة إعمار وإعادة بناء إهراءات مرفق بيروت، وبناء أيضا موقع ثالث بالبقاع داخلي، لأنه المواقع البحرية هي مواقع لوجستية توصل البواخر بتفضي فيها. بس نحن عم ننظر أنه نعمل ثلاث مواقع، كل موقع بساعة تقريبا 120 ألف طن، يعني منكون أمننا للبلد تقريبا 9 أشهر من الأمن الغذائي، اللي هو أقل ما يمكن وأقل ما يجب أن يكون موجود بأي بلد. وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية شرح ماهية الخطة والمواقع التي سيتم بناء الإهراءات فيها. نحن اتخذنا قرار وزارة الأشغال العامة والنقل على أرض مرفأ بيروت حينحجز 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة على مرفأ، على أرض مرفأ. المبنى الحالي يحتل 4200 متر مربع إضافي لوحده، هو تقريباً المساحة الكلية 21000 متر مربع. نحن حيكونوا 25000 متر مربع بمبنى إهراءات جديد في مرفأ. هذا بالتشاور الدائم والمستمر حيكون مع وزارة الاقتصاد، لأن هي الوزارة المعنية الأساس بعملية تشغيل ما بين الإهراءات المملوكة من الدولة اللبنانية. بالنسبة لمرفأ طرابلس محجوز 36000 متر مربع إضافي في مرفأ طرابلس، وأكدنا لمعالي الوزير أن هذا الموضوع لا رجعة عنه. في 36000 متر مربع لمبنى إهراءات في طرابلس بساعة 120000 متر. إلى البقاع، أضف إلى ذلك كمان البقاع وهجس أساسي بوزارة الاقتصاد، كمان نحن نتشارك مع معالي الوزير، كونه أنا ما عندي مرفأ بالبقاع، بس نحن هاجسنا بالبقاع كمان، هاجس معالي الوزير من حيث إيجاد مكان لتخزين القمح 120 ألف طن. فيما يحكى عن بناء إهراءات جديدة بهدف الحفاظ على الأمن القومي، إهراءات المرفأ تحترق من دون أمن يسهر عليها أو قوم يخشون سقوطها. راني عبيد، صوت لبنان.